دائما مرحبا بك على اسبيرانس لتونس فوانيس. الاسبيرانس في الفينال ايمن رجع يكاور واليوم تيتولي الحمد لله يا رب. بعد غياب طويل نلقى روحي نكور، عطاني ثقة سي نبيل، عطاتني ثقة الهيئة، عطاني ثقة صحابي باش وصلت نجم نكور اليوم. الحمد لله عاونت بلي نقدر عليه، وهذا شوية على جمعيتي الكبيرة وشوية على جمهور الكراسي التونسي الكبير. إن شاء الله ديما نحسن لأحسن، إن شاء الله ديما نفرح الجمهور بتاعنا، وإن شاء الله في النهاية نتوجوا نفرحوهم بالكاس بقدرة الله. إن شاء الله. أيمن ما زدت لك مباراة بركة في العقوبة من الكاف، اسكو باش تزيد اسمك في الليست افريكان ولا لا؟ والله باسم انا جاهز، معناها اذا كان حبوا الهيئه معناها باش يزدوني، انا جاهز على كل جميع المستويات. اذا كان معناتها ما حبوا يزدوني انا متفاهم، خاطر الغلطه اللي غلطتها انا غلطه كبيره، ان شاء الله تسامحني قبل كل شيء الجماهير، وصار يسامحوني اصحابي يسامحوني الاداره. واحد يتعلم كم من غلطه، كما قلت لك انا حاضر، كان يزدوني معناتها انا حاضر 100% ما نقول حتى شيء على الجمهور. ميرسي بيان ايمن، بون كونتينيو.